أصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وحاصر عددا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع المواجهات. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية حاصرت المخيم من عدة محاور، كما فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنطقة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اقتحم مخيم عقبة جبر لاعتقال مطلوبين يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم. للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي، ومن القدس مراسلنا نضال كنعنة. أبدأ معك فراس، وآخر التطورات لما يحصل في عقبة جبر، ونحن تتابع على الشريط الأصفر، وكما ذكرنا هناك جريحان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي. كامل التفاصيل والمشهد معك، تفضل. نعم، وفدنا قبل قليل بوجود أيضا إصابتان آخرتان في مخيم عقبة جبر لترتفع الإصابات لنحو 4 إصابات بالرصاص الحي، واحدة في الرأس يقال بأنها في حالة خطيرة. هذا الاقتحام لعقبة جبر ليس الأول، هو بعد سلسلة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي، قتل خلالها العديد من الفلسطينيين بزعم اشتراكهم بعمليات سابقة وعمليات إطلاق نار. اليوم هذه العملية تأتي في ذات الإطار والحديث عن محاصرة خلية فلسطينية كانت تنوي القيام بعملية إطلاق نار أو استهداف لمواقع إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي بعد وصول معلومات استخباراتية دخل واقتحم المخيم، أغلق جميع مداخله ومخارجه، ويحاصر المنزل الذي تدور في محيطه اشتباكات مسلحة. لكن ربما الأخطر من ذلك كارولينا في المشهد هي هذه المسيرة الاستيطانية الكبيرة التي يشارك فيها 27 عضو كنيست ووزير، 7 وزراء من حكومة نتنياهو. ينظر إليها وكأن هؤلاء الوزراء الذين يجلسون إلى جانب نتنياهو وعلى يمينه يتصرفون وكأنهم ميليشيا. هذه المسيرة هي جاءت لتعزيز الاستيطان ولتأكيد الاستيطان في بؤرة استيطانية كانت قد أخذ بحقها قرار إخلاء من الحكومة السابقة ومن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الذي أمر بإخلائها وإخلاء المستوطنين منها. اليوم يعود آلاف من المستوطنين بمسيرة في عطلة عيد الفصح، يتقدمهم 7 وزراء بينهم بن غفير وسموتريتش ووزراء آخرين من حزب من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، يتوجهون من حاجز زعترة إلى بيتا حوالي 7 كيلومتر، يقومون بعمليات استفزاز للفلسطينيين والتأكيد بأن الاستيطان مستمر. حريق آخر يريد بن غفير، يقول الفلسطينيين، إشعاله في جنوب النابلس، بعد أن أشعلوا وحرقوا حوارة قبل ذلك ودعوا بمحوها عن الخارطة الفلسطينية، حريق آخر في المسجد الأقصى. وهذا ما قال عنه حقيقة كارولينا الزعيم المعارض الإسرائيلي يائير لابيد بأن هذه الحكومة فاقدة للأهلية، وهذه الأطراف في هذه الحكومة يشكلون خطرا على الأمن لإسرائيل والأمن القومي أيضا. ولكن فراس، إذا ما توقعنا ما يمكن أن يجري اليوم أو يحدث في مخيم عقبة جبر، يعني ونحن نتحدث حتى الساعة وكما ذكرت نحن أمام 4 إصابات، كتيبة إسرائيلية تطوق أريحة من وعقبة جبر تحديدا من أكثر أو من عدة محاور، إلى أين يمكن أن يتجه المشهد، خاصة وأنه يعني يوميا الأنظار تتحول إلى نقطة وتكون هي بؤرة الاشتعال؟ بالفعل اليوم عقبة جبر، أمس كانت نابلس، وبالمناسبة كان في نابلس اقتحاما كبيرا أصيب خلاله جنديان إسرائيليان بشظايا رصاص كما قال بيان الجيش الإسرائيلي، لكن ما يدور في عقبة جبر هو استكمالا ما يجري كما يذكر إذن مراسلنا فراس في عقبة جبر، هو استكمالا للعمليات التي تشهدها العديد من المناطق في الضفة، وخاصة بعدما كنا تابعناه يوم الجمعة الماضي ويوم الخميس حتى الرابع منذ 4 أو 5 أيام بعد ظهر من إطلاق صواريخ من أكثر من جبهة. إذن أكثر من نقطة تبقى الأنظار متجهة إليها مع مزيد من التصعيد حتى الساعة في
في مخيم عقبة جابر 4 إصابات، والقوات الإسرائيلية تحاصر إذن منزلا وتقول بأنها تتعقب خلية فلسطينية كانت تخطط للقيام بعمليات